أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتأكيد مصر على التزامها بتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في قطاع الصحة وضمان استمرار الفرص المتاحة لهم في قطاع التعليم. وأضافت المفوضية أن الحكومة المصرية كانت سخية للغاية في إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة كورونا، وكذلك في خطة الرعاية الصحية والتطعيم على قدم المساواة مع المصريين. كما ثمنت ضم اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر إلى المبادرات الصحية الوطنية مثل مبادرة 100 مليون صحة. وأوضحت المفوضية أن مصر تعد نموذجاً رائداً في المنطقة في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء بالمناطق الحضرية.